مالك شكلك تعبان؟ لا ما نمتش من امبارح. ليه بس خير؟ خير؟ ما فيش يا ست حاجة. قولي لي انت مالك؟ ما فيش. ما فيش ايه؟ عينيك فتحاكي. مالك في ايه؟ زمان من سنة جيت لك وقلت لي ما اقدرش اواجه العالم، فاكر؟ كانت ايام وراحت لحالها. انما دلوقتي عندي استعداد اواجه العفاريت الزرق. بس اللي انا عايزاه انت مش تقدر عليها. مفيش حاجة ما اقدرش عليها يا عم. عشان بحبك بس. بص يا محمد، عبد الحليم سعيد فريد اتقدم لبابا وبابا وافق، ايه رأيك؟